الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تحية للشعب السوداني الأبي، وتحية لقوات الدعم السريع، وتحية خاصة لكل قيادات الدعم السريع. الرحمة والمغفرة للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، والعودة للمفقودين. المغتربين، أنا عندي لكم رسالة، ورسالة من زول مجرب. ضربت أنا مرات الغربة قدامكم، وزول اتغربت لي 13 سنة، وعارف المعاناة والشقاوة اللي بيعانيها الشعب السوداني في الغربة، وعارف حياة الشباب كيف في الغربة، وعارف انت بتلم القريش كيف في الغربة. فالمسألة دي انا مريت بيها، فدار انصح الناس كثير من المغتربين. الواحد بفضل اللقمة الحلوة على اهله، وطلع اتغرب على اساس انه يغير مستقبل اهله ومستقبل بيتهم. لكن الان كثير من الشباب انجروا وراء الابواق بتاعت النظام، وبيقوا بساندوا في اهلهم على التسليح. فالكلام ده طبعا ذكروا الراجل الشيب الموجود في سريحة، وقال ان احنا الدعم بجينا من المغتربين. فانا بقول لك يا اخي، انت دعمت اهلك، انت دعمتهم للهلاك، انت دعمتهم للتشريد، انت دعمتهم لعدم الاستقرار، انت دعمتهم على اساس انه يطلعوا البريء الاعزل من القرية. في ناس في القرى دي بالمناسبة ما عندهم دخل في المواضيع دي نهائيا، لا مع الجيش ولا مع الدعم السريع. ناس مواطنين ودارين يعيشوا، دارين يشوفوا حياتهم ويحتضنوا أولادهم، ما عندهم علاقة بالمعمعة والمسألة دي. فالناس رصين الهوس اللي انتم بتدعموهم أو بتدعموهم أهلهم ديل، أمس انضافوا للإسلاميين في أماكن تجمعاتهم، في معسكراتهم، قطعوا من الغرى. ما تدخلوا الأبرياء، ما تدخلوا العزل في مشاكل، ما تنزحوا المساكين، ما تنزحوا الشيوخ، ما تنزحوا النساء. ليه بتدخلوا الناس في مشاكل يا أخي؟ يا اخي انت ما دام اصلا داعم ابوك، ولا داعم اخوك، ولا داعم اختك، داعمه انها تمشي تنضاف للاسلاميين، ده خلاها تمشي يا اخي، خلاها تمشي تنضاف. ما كثير في المعسكرات دي لكم بنات على رجال قاعدين في المعسكرات. ليه المساكين العزل دي اللي انتوا بتجيبوا لهم بلا في محلهم؟ في ناس يا اخي ما عندها دخل بالموضوع ده. وانا بقول لك، بدل ما تدعمهم عشان يمشوا يستنفروا، ادعمهم بمواد غذائيه. القريه اللي انت بتدعم فيها اهلك دي محتاجه للمواد الغذائيه، محتاجه للعلاج، محتاجه للدواء، محتاجه للوسيله اللي بتشيل المريض. دي الحاجه اللي محتاجينها. خليك من المتاجره بتاعت الاسلاميين يقول لك بنتهكوا الاعراض، ويقول لك الدعم السريع بيجي بيغتصب، الكلام الفارغ ده. دي متاجره يا شيخنا. في كم قريه الان تحت سيطره الدعم السريع؟ ليه ما حصل فيها الكلام ده؟ يحصل الا في قريتك انت. والكلام ده انا قلته كثير. كثير من الناس بتجيب البلاوي للمساكين والعزل في محلهم. يا اخي عليك الله يا اخي، ناس كبار في السن يا اخي، الواحد عمره فوق السبعين سنة يا اخي، داري واجه له 23، ولا داري واجه له 14 ونص، ولا 52، ولا داري واجه له يا اخي منظوم ولا هناي. يا جماعة خلوكم من الكلام الفارغ ده يا اخي. يا اخي نحن قاعدين على ارض الواقع، نحن بنعكس لكم الحقائق يا اخي. كفاية يا اخي موت. فقدنا شباب كثير يا اخي. ما تدخلوا الابرياء في معمعة، ما تدخلوا الابرياء في مشاكل. هذه رسالة. والرسالة الثانية انا داري ارسلها للجاهزية. رسالة من هنا لقوات الدعم السريع. قيادات على افراد. يا اخي كلام السيد الغايد واضح. في حاجة اسمها دائرة الاعلام في الدعم السريع. مختصة بالتصوير، مختصة بالاعلام، مختصة بالاخبار، مختصة بالتفاصيل دي كلها. يا اخي التصوير قال لكم ممنوع 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 ممنوع. يا اخي الواحد ما يصور. فبالمناسبة أنا في حاجة دار أقول لكم، أنت ما تفتكر أي مادة إعلامية أنت بتنزلها بتسري كالنسمة، لا، أنت حتكون مسؤول منها. البلد دي لابد يوم من الأيام، لابد يوم من الأيام البلد دي بتطلع لبر الأمان. المحاكم بتفتح، القضاء بينزلوا الدوام بتاعهم، القانون بيجري مجراه. أي إنسان وثق له جريمة بيده يتحمل مسؤوليته. تتحاكم طوالي والله لو في الدعم السريع ولا غير الدعم السريع. وثقت اي عمل اجرامي انت جزء منه تتحاكم طوالي. وده ديدنا نحن الان بنقول دارين شنو؟ دارين دولة مواطنة، دارين دولة عدالة. دولة العدالة دي لما تجي اي مادة اعلامية انت نزلتها بالدينك اول زول تتحاكم انت. فما اي زول شايل كاميرته فاتحة يقعد يصور ويقعد يا اخي يجيب له في مواقف الواحد ذاته ما يقدر يحتملها. يا شباب ممنوع التصوير يعني ممنوع التصوير. ممنوع التصوير يعني ممنوع التصوير.
والمادة الإعلامية اللي أنت بتنزلها دي فيها صورتك دي دليل قاطع بالنسبة لمحاكمتك. ده أنا حاجة بقولها لكم من الآن، ما تصور ما تصور ما تصور. الدعم السريع عنده دائرة بقياداتها مختصة في الإعلام، عندها أصحابه هم اللي بينزلوا المواد الإعلامية وهم اللي بيصوروا، هم مختصين في 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 الشيء ده يا أخي، ونحن معاكم في الميدان. ما أي زول يا جماعة شايل كاميرته ولا في بصور، رجاء خاص رجاء خاص يا شباب، ممنوع التصوير. السلام عليكم ورحمة الله، أخوكم ود ملاح.